من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: الدولة على كف سلسلة طارت 10 أيام. كل يتمترس خلف موقفه والبلاد أمام امتحان الشلل. أنا ماني مستعد أجل ولا ربع ساعة. نومي هال النومي هال النومي هال. تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام والشامل. اعتصام جوا. الزيادة بالأسعار والتضخم الحاصلين لم ينتج عن قانون السلسلة كما يتم التهويل أمام الرأي العام. وعلى الأرض اليمين. بالله العظيم معلمينا وموظفين لن نكون فاسدين. في الخاص: أمن الفنادق على أبواب الصيف. بالواقع هي في منها صارت ممسوكة وعلى الطريق الباقيين، يعني ما كل الفنادق مجهزة بعد، بس عم ببلش يصير طلبات على الموضوع. نينوى بيد داعش والسلاح لكل عراقي لمواجهة الإرهاب. التعبئة والاستنفار الشامل. علي غزة بائع الصوت. بلدك بحرية يا ريس، سمرة تركية يا ريس. وفي النشرة: حان موعد السلطان. حشتوني وحشتوني وحشتوني. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.